بسم الله الرحمن الرحيم. يوميات زوجة زوجة بعنوان ثيابي، فكرة وأداء سعيد محمد المنزلاوي. رغم فرحتي الشديدة بالأثواب الجديدة التي أتحفني بها والدي وأعمامي بمناسبة خطوبتي، ورغم نشوتي بارتدائها واستطلاع رأي من حولي كعادتي مع كل ثوب جديد، إلا أنني ولأول مرة أقوم بدسها في صندوقي رافضة أن يراني فيها أحد. تدفعني رغبة أشد في ارتدائها لزوجي في بيته، وأرى نظرة الإعجاب ترقص في عينيه. هو أولى الناس أن أتزين له وأن يراني أجمل امرأة، ترى متى أزف إليه. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.